حياتني شي جمعية تطلعات نسائية. اليوم واحد اللقاء اللي نظمناه هو لقاء فكري تشاوري حول الولوج إلى العدالة والمعيقات الولوج إلى العدالة. طبعا الجولة الأولى اللي اشتغلنا فيها اليوم على الولوج للبنايات وأيضا البنيات القانونية من خلال يعني مداخلات ديال عدد من الأطر، سواء ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثل عن النيابة العامة في محكمة الاستئناف، فاعلة مدنية وأيضا فاعلة عن تحالف ربيع الكرامة. لقاء اليوم يعني كان مناسبة مهمة باش نقفوا على مختلف المعيقات أو مجموعة من المعيقات اللي كتحول ولوج النساء للعدالة، سواء تعلق المشكل بعدالة ديال القرب، يعني بتواجد ديال المحاكم بالقرب من الضحايا، أو لا الإشكالات اللي كترتبط بالمعيقات سواء في إطار العقليات أو لا في الإطار ديال الإمكانيات المادية اللي كتعيق تمكين النساء من الولوج للعدالة، أيضا الإشكالات القانونية اللي كاينة على مستوى التشريعات التمييزية. كانت في الحقيقة مجموعة ديال النقاط اللي تناولها اللقاء اللي جدا مهمة واللي غادي نتقسموها فيما بعد في إطار واحد التقرير اللي غادي نشروه على مستوى الجمعية واللي غيضم المعيقات ومختلف التوصيات اللي خرجنا بها واللي غنخرجوا بها في اللقاءات اللي غادي نضموا خلال يعني هذا المشروع ديال لسنا وحيدات في مواجهة العنف اللي كنجزوه بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أنا السعدون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نشارك اليوم في هذا اللقاء من أجل تسليط الضوء على الإشكاليات التي تواجه النساء الناجيات من العنف في الوصول إلى العدالة، الإشكاليات المتعلقة بالقواعد القانونية، بالحصول على المساعدة القضائية والمساعدة القانونية، الإشكاليات المتعلقة بعبء الإثبات، طبعا الإشكاليات المتعلقة بالتبليغ، دون إغفال إشكاليات أخرى تتعلق بفعالية النصوص التي تنظم محاربة العنف ضد النساء. وفي هذا السياق سبق المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدم عدة آراء حول مشاريع القوانين التي يتم إعدادها الآن واللي المفروض أن تعرض على البرلمان قريبا، وخاصة ما يتعلق بقانون المسألة الجنائية، حيث يسعى على مقتضيات إجرائية تنظم الإثبات وتنظم أيضا معالجة قضايا العنف ضد النساء، من بينها مثلا جرائم الاغتصاب، تنصيص على تسهيل الولوج إلى المساعدة القضائية والمساعدة القانونية، اعتبار عبء الإثبات واجب ملقى على عاتق السلطات المكلفة بإنفاذ القانون وليس على عاتق الضحايا. حسناء اللالي، رئيسة جمعية أمل المرأة والتنمية بالحاجب. جيت اليوم لهذا اللقاء التواصلي اللي دايره جمعية تطلعات نسائية حول مشكل الولوج للعدالة بالنسبة للنساء، وكانت المداخلة ديالي حول العدالة الرقمية. العدالة الرقمية اللي هو يعني مشكل مطروح دابا في المحاكم المغربية اللي خصها تساير يعني المتغيرات العالمية، وأن تكون واحد الرقمنة يعني الآليات ديال الشغال، إدخال تكنولوجيا المعلومات في جميع المسار ديال التقاضي. هي مسألة مهمة في التقريب ديال الإدارة والمواطنين، مسألة مهمة لتسريع وتيرة التقاضي والمرتفقين للمجال القضائي، ولكن هي مسألة اللي صعيبة شوية على النساء، وهنا كاين الإشكال بأن النساء ما كيستافدوش من هاد، النساء ضحايا العنف بالخصوص ما كيستافدوش من هذا الرقمنة. المجموعة ديال الإكراهات من بينها أنهم ما كيتوفروش على تغطية ديال الأنترنت، ما كيتوفروش على هواتف ذكية، ما عندهمش يعني حتى المعلومة، يعني ما كاينش واحد
الديفيزيون ديال المعلومه، بان كاين واحد المجموعه ديال المنصات، واحد المجموعه ديال البوابات اللي ممكن ان النساء يلتجوا لها. وكاين حتى المشكل ديال النساء في العالم القروي اللي يعني صعيب حتى انهم يمشيوا للمراكز ديال القضاء ولا انهم يولجوا المعلومه عن طريق يعني الهواتف ولا الانترنت، وايضا حتى يعني الغياب ديال يعني ما هو مادي، اللي هو مشكل كبير حتى بالنسبه للنساء. حكيمة الكيبي رئيسة جمعية الطلعات النسائية، اللقاء ديال اليوم اللي هو تيجي في إطار واحد المشروع اللي تيجمع ما بين جمعية الطلعات النسائية وتيدعموا المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول معيقات البلوج العدالة. المشروع العنوان ديالو لسنا وحيدات في مواجهة العنف، فيه واحد المجموعة ديال اللقاءات التشاورية، منها كما سبقت الاشاره الحديث عن المعيقات من ناحيه البنيات والبيانات، وايضا الجوله الثانيه للقاء المقبل اللي تيتمحور حول الوصول للمعلومه. اللقاء اليوم جاء باش اننا نوقفوا على مجموعه المعيقات اللي تتخلي ان النساء ما يوصلوش للعداله، منها الجهل بمكان وجود الخليه سواء على صعيد المحاكم او على صعيد محكمه الامن، صعيد الصحه، يعني جميع المتدخلين. كاين ايضا البعد ديال البنايات على النساء خصوصا في العالم القروي، وهذا اللي تيخلي دوك النساء انهم ما تتكونش مساواه بينهم وبين باقي النساء في العالم الحضاري او الشبه الحضاري اللي تيوصلوا للعداله ولو بطريقه اللي حنا متحفظين عليها، ولكن على الاقل دوك النساء العداله المجاليه ما متوفراش. ايضا كاين المشكل ديال الاميه اللي تتخلي دوك النساء ما تيفهموش المصطلحات وما تيفهموش يعني داك الطرق التقاضي. ايضا حتى عندما تتوصل هاد النساء لداخل المجال ديال العداله تتلقى انها اما تجهل من توجه بالشكايه ديالها، اما انها تتلقى المسار طويل والاجراءات طويله، وبالتالي تتفضل انها تتخلى على هذيك الدعوه. هذه الاكراهات كلها حنا اليوم حاولنا نحطوا عليها بوجود وحضور واحد المجموعه من المتدخلين اللي تحدثوا عليها، وبالتالي اليوم حنا بالفعل تحدثنا على مدينه مكناس كنموذج، ولكن مدينه مكناس ليست هي كل المغرب. اليوم كانت مداخلات اللي تتصب على ان الخليه داخل مدينه مكناس الحمد لله متوفرين، وكاين مجتمع مدني اللي هو تيشتغل بواحد الجديه مع النساء ضحايا العنف، ولكن هاد المساله ما عماش على صعيد المغرب، وبالتالي تلقوا ان في التقرير اللي جاء ديال تحالف ربيع الكرامه كاين اشكالات وكاين اكراهات اللي باقا متوفره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.